كان في ست ام محمد بتتكلم انها كانت حامل وزوجها كان عايزها تنزل الحمل، فهي رفضت وكملت الحمل وانجبت الابنه، وبتقول انه البنت نازله تعبانه شويه، فهي بتقول انها زعلانه منه لانه هو لم يرضى بما اعطاه الله اياه. انا مش عارفه ايه عذره في هذا الامر، ولكن ما عليه الفتوى انه مساله انزال الجنين ابتداء انه هذا الامر ممنوع، الا لو الانسان له ضروره في ذلك ولها ضوابط معينه، وقبل نفخ الروح ويكون في مرض يكون في شيء وهكذا. اما اذا كان مطلق انه اول ما عرف ان في حمل لا لشيء الا مثلا لمعنى مثلا سيء زي مثلا جانب الرزق او ما شابه ذلك، كل دي أمور هي ابتداء ممنوعة كما هو معلوم، وبيكون في آراء بنسقها بحسب الحالة بين حالة وأخرى. مسألة إنه إن البنت يعني ولدت فيها شيء، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنا ما أقدرش أقول إن ده بسبب إن الأب كذا أو كذا، لا نستطيع إن إحنا نقول شيء غير إن إحنا نصبر على ما أعطانا الله إياه، ونقوم بواجب التمريض والعلاج وما شابه ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتم لها الشفاء، ونأخذ بأسباب الشفاء يا صاحبة السؤال. بطلي زعل منه، وإن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها.